السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. هنتكلم ان شاء الله في الفيديو ده عن اخر موضوع او اخر موضوعين معانا في الثيرويد جلاند، وهما السوليتري ثيرويد نوديول والثيرويدكتومي. طيب السوليتري ثيرويد نوديول انا عايز اتكلم عن ايه، عايز اعرف الديفينيشن، عايز اعرف الايتيولوجي، عايز اعرف الانسيدنس، الدياجنوزس عباره عن هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن ديفرنشال دياجنوزس وتريتمنت. الديفينيشن يعني ايه كلمه سوليتري ثايرويد نوديول؟ يعني كلكيعه في الثايرويد جلاند. الكلكيعه دي قد تكون لوحدها، يعني قد تكون في نوديول في الجلاند هي بس اللي موجوده والباقي نورمال، تمام؟ او قد يكون في كلكيعه كبيره قوي دوميننت، وفي حاجه اسمها ساتلايت يعني فوليكل بس او اسمها نوديول بس صغيره. لما اجي احس واحده بس فبنسميها كلينيكال سوليتري نوديول. طيب لما اجي في العمليه افتح الغده الاقي فيه كلكيع صغيره كده بنسميها ساتلايت، تمام؟ طيب يبقى اذا قد يكون النوديول دي هي الكبيرة والباقي نورمال، قد يكون هي دوميننت فوليكل وفي فوليكل او في نوديول صغيره قوي وبس مش باينه كلينيكالي، بتبان في العمليه، تمام؟ بغض النظر انا عايز اعرف ان هي دلوقتي ايه، كلينيكالي سنجل ثايرويد نوديول، تمام؟ ان اذروايز امبالبابل جلاند. طيب الايتيولوجي قد يكون ميتابوليك اللي هي بتاعت ايه الجويتر، قد تكون التوكسيك جويتر، قد يكون ترو ادينوما مالجنانت نوديول او رير كوز زي تي بي زي السفالات الجاما، ممكن يكون مثلا في سيست، ممكن تكون مثلا لوكالايزد ثايرويدايتس زي مثلا الهاشيموتو ثايرويدايتس، تمام؟ طيب ونعرف ان الترو ادينوما بنسبه 30%، عايز اعرف المالجنت بنسبه 20%، قد تكون برايمر في الجلاند نفسها او سكندري يعني جالها من منطقه ثانيه ميتاستيزس بس ده رير، تمام؟ طيب الانسيدنس قال لك 3% من الادلت اللي موجودين في بريطانيا وامريكا يونايتد كينجدوم واليونايتد ستيتس دي عندهم ايه سوليتري ثايرويد نوديول، تمام؟ بتبقى اكتر في الفيميل. طيب لما اجي يقول لي الدياجنوز بتاع النوديول دي مش هكتب بس اللي موجود في الكتاب بس، لا انا بكتب يعني كلمه دياجنوزس يعني هيستوري اكزامينشن انفستيجيشن، تمام؟ وديفرنشال دياجنوزس. فالدياجنوز انا باخد اول حاجه هيستوري، باخد البيرسونال هيستوري، الايدج ده غالبا في الاولد ايدج، لو كانسر يبقى غالبا في الاولد ايدج، ودي اكتر في الميل، تمام؟ حوالي 45 سنه. الريزيدنس اشوف الانديميك جويتر زي مثلا بتحصل في الواحات في الجبال، زي ما عرفنا ان في حاجه اسمها انديميك جويتر، شرحنا الكلام ده بالتفصيل. طيب لما اجي الهيستوري اوف بريزنت ايلنس، الايتم بتاع الهيستوري كان اسمها كان هيستوري، كان في بيرسونال هيستوري، كان في هيستوري اوف بريزنت ايلنس، وكان في كومبلينت كمان، وكان في عندنا الباست هيستوري والفاميلي هيستوري، تمام؟ الكومبلينت اللي هيجي هي الاقي سويلنج، تمام؟ لما اجي احلل السويلنج ده الهيستوري اوف بريزنت ايلنس، في السويلنج ده عباره عن ايه؟ الاونس كورس ديفريشن، ده بيبقى سلولي بروجريسيف في حاله السيمبل نودل جويتر او الادينوما، ويبقى رابيد يعني بيكبر بسرعه قوي في المالجنت او الكارسينوما، ونعرف ايه الحاجات اللي سجست الكارسينوما كمان شويه. طيب اشوف الاذر سويلنج اذا في ميتاستيز مثلا، يعني في مثلا ميتاستيز للابدومين للليفر يعني والكلام ده، والليفر لانج بون برين زي ما احنا عارفين، او الليمف نود ميتاستيزس، طيب زي مثلا الابارنت ثايرويد وهكذا. طيب الايفكت على الجنرال كونديشن، الفيفر لو كان مثلا حصل انفلاميشن زي ثايرويدايتس، الكاشيكسيا في حاله المالجنسي. طيب اشوف التوكسيك سيمتوم زي مثلا واحد بياكل كتير ومع ذلك بيخس، ويت لوس ان سبايت اوف جود ابيتايت، دي كانت بتخش في ديفينيشن دياجنوز الدايابيتس بارازيتيك انفستيشن مال ابزوربشن سيندروم والثايرويد الثايروتوكسيك اسمها الثايروتوكسيكوزس، تمام؟ او اللي هو في عندنا هوت انتولرانس، عندنا بالبيتيشن. طيب البريشر مانيفستيشن الثلاثة دي، الديسنيا بيضغط على التراكية، الجويتا لما يكبر او نوديول او كولكيعة او كانسر لما يكبر يضغط على التراكية يعمل ديسنيا، على اصابة جسمية ديسفيجيا، على ريكارنت لارينجيال نيرف يعمل هورسنس اوف فويس. طيب البين ده من ضمن الحاجات اللي بتسجست الماليجنسي، الليت ماليجنسي او الانفلاميشن، طب الانفلاميشن عارفينها. طيب البين في حاله الماليجنسي ممكن يحصل زي مثلا زي ما احنا عرفنا ان الفيجاس بيسبلاي الثايرويد جلاند، وفي نفس الوقت بيبعت برانش اللي هو الارنولد نيرف يبعته للاير، عشان كده البين بيسمع في الاير، كان من ضمن الحاجات اللي بتسجست الماليجنسي، تمام؟ ممكن هيموريج انسايد نوديول برضه بيعمل بين. طيب الاذر سيستم زي مثلا عرفنا ان في حاجه اسمها ميدالري كارسينوما بتطلع سيروتونين، السيروتونين كان من ضمن التيومر ماركه بتاعتها، والسيروتونين اللي كان بيعمل حاجه اسمها الكارسينويد سندروم بيعمل فلاشنج دايريا برونكوسبازم. طيب كمان ممكن انا كمان حاجات ميتاستيزس، كان ممكن في عندنا بلاد وليمف نود ميتاستيزس زي ما عرفنا ليمف نود هو اللاتر ابارنت ثايرويد في حاله البابيدا كارسينوما، عرفنا كمان ان بلاد ميتاستيزس في حاله الفوليكولار كارسينوما بتبعت للفروه، الفوليكولار فروه تبعت للسكال، وكمان ممكن يبعت للليفر لانج بون برين بون، ممكن تبعت بون اكس او باثولوجيكال فراكشر، بيحصل له فراكشر بالماينور تروما لان العظم ايه ديزيزد،
تمام. ممكن كمان نلاقي الباست هيستوري، هيستوري اوف الراديشن في حاله البابيدا كارسينوما. طيب الفاميلي هيستوري، عائلات مشهوره كده بالكارسينوما زي الميدلار كارسينوما، كان جزء من حاجه اسمها المالتيبل اندوكراين نيوبليزيا تايب 2، وعرفنا الكلام ده بالتفصيل قبل كده. طيب الاكزامينشن جنرال اكزامينشن، هلاقي ساينز اوف توكسيسيتي زي مثلا تاكيكارديا للسليبنج بالس اكتر من 90، وقسمنا السليبنج بالس الى مايلد ومودريت وسيفير، وعرفنا بالتفصيل. الاي مانيفيستاشن زي الاكزو سالموس تمام، او الاي ساين بصفه عامه، اي ساين كلها تمام. طيب الساينز اوف ميتاستيز زي السكال مثلا، سكال نوديول تبقى بالسيتنج في حاله الفوليكولار كارسينوما. طيب اللوكال السويلنج، الاي سويلنج كلكيعه في الرقبه، افرقها ازاي عن اي كلكيعه ثانيه؟ يعني في واحد عنده كلكيعه في الرقبه، هي لازم تكون ثايرويد؟ لا مش شرط تكون ثايرويد، في حاجات تانية ممكن تعمل كلكيعة في الرقبة. ايه اللي يميزها؟ هلاقيها في ماسكل تريانجل، هلاقيها بتطلع وتنزل مع البلع، هلاقيها باتر فلاي شبه الفراشة الى حد ما تمام. هلاقيها لو كانت هارد يبقى انا افكر في مالينس مثلا، لو كانت وودي يعني شبه الخشب كده افكر في مثلا ايه الريدل ثايرويدايتس، لو كانت فليشي موبايل افكر في الادينوما او السيمبل نوديول. طيب اشوف كمان الليمف نود زي مثلا اللاترال ابارنت ثايرويد في حاله البابيري كارسينوما، او في عندنا كمان ثايرويدايتس بتعمل الليمف نود. طيب الافكت على السراوندنج، كان في حاجه اسمها الباري ساين، كانت يومر مش بيعرف ياكل في الكاروت تشيز فبيحوطه، بيعمل انكيز يعني بيحوط الكاروت شيس من بره، فلاقي الكاروتد بالس مش عارف احسه في المكان بتاعه تمام، او مش عارف احسه اصلا ابسنت بالس تمام، بنسميها البيري ساين نتيجه ليه التيومر بيحوط الكاروتد شيس. طيب ممكن كمان يحصل سترايدور، سترايدور ليه؟ لان التراكيكه في النص كده وكان في حواليها جويتر، الجويتر كبير قوي 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 وضغط على التراكيه، ضغط على التراكيه فالتراكيه اتقفلت. هل التراكيه اتقفل؟ لا ما اتقفلتش. طب ليه؟ لان الجويتر، لان الجراند متوصله بالتراكيه من بره، متوصله بالتراكيه من بره بزي ايه لوستيشو، اللوستيشو ده بيشد على التراكيه من بره، بيشد على التراكيه من بره بيخليها ايه اوبن، دانها مفتوحه تمام. طيب لما الكلكيعه دي تكبر وتعمل تراكيه وماليشيا، الكارترج بتاع الايه الثايرويد بتاع التراكيه بتحول زي الفايبروز كده، والايه والويه التراكيه تروح قافله، بنسميها تراكيه ماليشيا. اللي بيمنع انها تقفل ان الكلكيعه بتاعه الثايرويد دي ماسكه فيها من بره عن طريق الاوستيشو، فلما اجي انا الجراح يروح شايل الكلكيعه دي يشيل الثايرويد جلاند كلها، الحاجه اللي كانت بتعمل تراكشن على التراكيه من بره ما عادتش موجوده، فالتراكيه تقفل تمام، تعمل استاتيك كولابس. بعرفها ازاي؟ بالكوخر تيست، هنعرف الكلام ده في الاخر. ان الكوخر تيست ده قلنا قبل كده برده، ان الكوخر تيست بضغط على التراكيه بايدي كده تمام، نورمالي ما بيحصلش كولابس. ليه؟ لان الفايبرو كارتريجنس رينج اللي هو السي شيب رينج دي بتعمل سبورت للتراكيه ما بتقفلش. هنا بقى عنده تراكيه وماليشيا، فلما اضغط عليها من بره كده يحصل له سفوكيشن، لان ايه التراكيه بتنقفل عن طريق بفعصه، يعني بفعص التراكيه بايدي تمام. طيب عندنا كمان كلينيكالي هلاقي الكلام ده غالبا اسيمبتوماتيك، يعني غالبا النوديول دي بتبقى اسيمبتوماتيك، بلاقيها في الاكستريم اوف ايج سبيشالي لو كانت حصلت في الميل بفكر في كاروسينوما تمام. طيب افكر كمان في حاجات سجست المالينجنسي، يعني في ساينز معينه هتظهر على البيشنت تخلينا افكر ان الكلكيعه دي، ما احنا قلنا الكلكيعه دي سببها حاجات كتير، ممكن تكون جويتر، ممكن تكون مثلا توكسيك جويتر، ممكن تكون ادينوما، ممكن تكون مالينجنت يعني كانسر. يبقى اذا في سبب من الاسباب بتاعه الكلينيكال سوليتري نوديول، سبب من اسباب النوديول دي قد يكون ايه؟ قد يكون كانسر. اعرف ازاي انها كانسر؟ بالخمسه بي، احنا قلناها قبل كده، الخمسه بي اللي هي بيج ايه بتكبر في السايز، رابيد انكريس في السايز. الاقي الليمف نود في حاله البابيري كارسينوما حاجه اسمها اللاترال ابارنت ثايرويد، الاقي كمان ميتاستيزس بالاخص هنا الفوليكولار كارسينوما تبعت ميتاستيزس للفروه الراس للسكالب، الاقي كمان البين، احنا قلنا ان الفيجاس بيسبلاي الثايرويد جلاند وفي نفس الوقت بيبعت الارنولد برانش للاير، فبيعمل ايه الارنولد برانش ده بيسمع البين، بيسمع في الاير. الاقي كمان البريشر مانيفيستيشن اللي هم الثلاثه دي اللي هم الديسفيجيا والديسنيا والديسفونيا. الاقي كمان البلس، احنا قلنا دلوقتي ان التيوبر لما بيكبر بيحوط الكارت الشيس عشان مش عارف ياكله، فبيحوطه من بره كده، بيلاقي ابسنت بالس بنسميها البيري ساين. طيب كمان الاقي كمان البلد ازاي يعني انكريس الفاسكولاريتي، الاقي النوديول دي الريجولار فيكسد وهارد، والاقي كمان انكريس الفاسكولاريتي تمام. طيب الاقي كمان تشينج في الكالر، الاقي تشينج في الفويس، الاقي السر مثلا تمام، كل ده بيسجست المالجنسي. طيب الاقي كمان توكسيك مانيفيستيشن زي ما قلنا دلوقتي، زي قلنا من شويه الاي ساين مثلا، الاي ساين زي اكسوسالموس، الاقي كمان العيان بياكل كتير وبيخس تمام، ده من ضمن التوكسيك مانيفيستيشن. طيب الانفستيجيشن بعمل ثايرويد فانكشن التوتال، واحنا قلنا التوتال ده يعني ايه مش اكيوريت ولكن هو رخيص
تمام؟ يعني بتتاثر بمستوى بروتينات، لان في جزء من الثايروكسين متشن على الثايروكسين بايندنج جلوبولين، تمام؟ وده بيتاثر بمستوى البروتينات، بيقل مثلا في حاله السيروزس، النيفروتيك سندروم، الستارفيشن، بيزيد مثلا في البريجنسي وهكذا. طيب عندنا الفري كان اكيوريت، تمام؟ وعندنا كمان التي اس اتش كان سنسيتيف، بيعرف المشكله في البيتيوتري ولا مشكله في الثايرويد جلاند. طيب الثايرويد سكان وقلنا الكلام ده بتفصيل ان كولد نوديول او هوت نوديول او وارم نوديول. الكولد نوديول بتعرفني 3 سي، الكولد نوديول بتقول لي ايه 3 سي، 3 سي اللي هو ايه ال 3 سي اللي هم عباره عن سيست، عباره عن كانسر، عباره عن ايه كالسيفيكيشن. وكنا قلنا ان الكانسر في حاله الكولد نوديول بيبقى بنسبه كام 20%، تمام؟ طيب الهوت نوديول يبقى ده توكسيك، الورم نوديول ده كده ايه ميتابوليك او فانكشنال، قلنا الكلام ده قبل كده بتفصيل. طيب الصوار بيفرق الكلكيعه دي هي سيست ولا سوليد، تمام؟ طيب البايوبسي، هاخد بايوبسي عشان اشوف هي بناين ولا مالجنانت، اكسكلود ام مالجنسي. كنا قلنا ان فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي، ابره رفيعه كده بسحب بيها، ايه سيلز، وكانت مش بتعرف تفرق بين الادينوما وما بين ليه بين فوليكل ادينوما والكارسينوما، تمام؟ ليه؟ لانها تاخد خلايا. عشان اعرف ان العينه دي مالجنانت ولا لا لازم اخد تيشو، يعني اخد كبسولة وبلاد فيزل واخد خلايا. الكلام ده باخده ازاي؟ بعرف اجيبه ازاي؟ عن طريق التروكات. التروكات ترو يعني مش حقيقي، يعني مش كده، مش ترو تي ار يو اي، لا ترو تي ار يو، تمام؟ يبقى التروكات نيدي بايوبسي. انا بعمل ايه؟ انا باخد عينة من التيشو، يعني كبسولة وبلاد فيزل، والاقي كمان خلايا، الاقي الخلايا دي بتعمل انفيجن للبلاد فيزل واعمل انفيجن للكبسول، يبقى دي مالجنانت ايه؟ دي مالجنانت كانسر، تمام؟ دي عبارة عن كانسر. بس ريسكي، ممكن يحصل هيموج، ممكن يحصل انجري لريكارت لارينجيال نيرف او انجري لامبورتنت ستراكشر. ممكن اخد اكسشنال بايوبسي، حاجة اسمها الفروزن سكشن بايوبسي. دكتور باثولوجي بيبقى جنب الدكتور الجراح، دكتور الجراح بياخد عينه يبعتها له قاعد في اوضه جنبه، تمام؟ في خلال 20 دقيقه بيقول له ان العينه دي مالجننت ولا مش مالجننت. طيب عندنا كمان الايه الروتين انفستيجيشن. الروتين انفستيجيشن اللي هو ايه؟ الروتين انفستيجيشن اللي هي السي بي سي، كواجوليشن بروفايل، الليفر فانكشن، الكيدني فانكشن، الاي سي جي، السيرم كالسيوم، تمام؟ عندنا كمان السيرم كالسيوم، حاجه اسمها الاندايركت لارينجيوسكوبي. الاندايركت لارينجيوسكوبي كان الفوكال كورد واحد منهم، يعني نورمالي في بعض الناس كده ان واحد فوكال كورد منهم مضروب، تمام؟ والتاني بيعمل كومبنسيشن ويشتغل، تمام؟ فلازم اعمل ريبورت، يعني بعمل اختبار اندايركت لارينجيوسكوبي وبشوف الفوكال كورد واحد منهم مضروب، يعني اوريدي مضروب، مش انا اللي ضربته، وطلع له ريبورت كده وبمضي العيان ان انت عندك فوكال كورد مضروب، عشان لما اعمل لك العمليه وتطلع مثلا تروح تكشف عند اي دكتور وتعمل روتين انفستيجيشن ان دايركت لارينجيوسكوبي وتفرج على فوكال كورد لقيه تعبان او تلاقي فيه مشكله، ما تجيش تقول ان انا عملته، لا ده انت عندك الفوكال كورد مضروب من قبل ما اعمل العمليه، تمام؟ دي كده فور ميدوكليجر امبورتنس. كمان الانتيبودي زي مثلا انتي ثايروجلوبولين، الانتي انتي ثايروجلوبولين. في عندنا كمان الثايرويد ستيميليتنج انتيبودي في حاله الايه اسمها ايه الثايروتوكسيكوزس. طيب ده كده البري اوبرتيف انفستيجيشن او الروتين انفستيجيشن، الروتين انفستيجيشن. طيب في عندنا كمان افرق ما بين الانواع النوديول. كنا قلنا ان النوديول في عندنا ترو ادينوما وفي عندنا ميتابوليك او انفاريشنال ادينوما او فاريشنال نوديول. كنا قلنا الكلام ده قبل كده ان ترو ادينوما بتبقى رير امري كومن. يعني ترو يعني ايه؟ يعني ترو ادينوما يعني دي ايه؟ دي تيومر يعني، تمام؟ اما انفاريشنال ده كان ايه؟ الجويتر. مش احنا قلنا كان الجلاند بتكبر وبتكش، تمام؟ نسميها انفاريشنال نوديول، دي كومن، تمام؟ اما دي رير. طيب ده تبقى سوليتري، اما دي نوت سوليتري. حتى كنا بنسميها كلينيكال سوليتري، يعني في الكلينيكال اللي بحسها واحده بس، ولكن في عمليه بلاقي كلاكيع صغيره مسميها الساتلايت، اذا هي مش سوليتري. طيب ديفرنت في هنا ديفرنت في الاستراكشر ليه؟ لان ده تيومر، اما ده مش تيومر، ده سيمولر ان استراكشر، ده جاست ايه بيحصل ايه بتكبر وبتكش كده ان ريسبونس للستريس، تمام؟ اسمها انفاريشنال للنوديول. طيب ده ويل كابسيوليتد، ده عباره عن بناين تيومر بايه بيبقى متحوط كده بكبسوله وبيضغط على اللي حواليه. ويل كابسيوليتد كومبريس السراوندنج استراكشر، اما ده بورلي كابسيوليتد دونت كومبريس السراوندنج استراكشر. طيب بالنسبه ليه التريتمنت اكوردنج تو باثولوجي، يا اما اعمل هيمي ثايرويدكتومي يا اما توتال ثايرويدكتومي. الهيمي انا بشيل وان لوب، واشيل الاسمص وبشيل البيراميدال لوب، تمام؟ عشان الاسمص والبيراميدال لوب ممكن يحصل فيهم ريكرنس،
ممكن كمان لو حصل ريسبيراتوري اوبستراكشن وعايز ادخل عايز افضي الطريق عشان نعمل ايه عشان اعمل ايه بالياتيف يعني عشان اعمل طريق للهواء يعني تمام لازم ايه لازم اشيل الاسمس والبرامدلوب يبقوا ايه واقفين في الطريق تمام فلازم اشيل الاسمس والبرامدلوب يبقى لايبل للكانسر كمان لايبل للريكرنس تمام وباخد بايوبسي عشان ابعته لقي الباثولوجي يقول لي هي ميتابوليك ولا توكسيك ولا فوليكولار ادينوما ولا ايه بالظبط. طيب التوتال ده في الماليجنت نوديول زائد الايه الابروبريت ثيرابي طبعا النار بيجي لها الهيرودكتيف ايودين وهرمونال ثيرابي والكلام ده قلناه بالتفصيل قبل كده. طيب طبعا قبل العمليه بيعملوا البري اوبرتيف تريتمنت. البري اوبرتيف تريتمنت بياخد ايه سيراتيف بياخد مثلا انتي ثايرويد دراج او اللوجال ايودين في ناس بتقول كده وناس بتقول كده اللوجال ايودين او الانتي ثايرويد دراج. كمان بياخد البيتا بلوكر وقلنا الكلام ده قبل كده في السيرجيكال تريتمنت تمام السيرجيكال تريتمنت قلناه تمام بمعنى البري اوبرتيف تريتمنت وبري اوبرتيف انفستيجيشن اللي احنا قلنا ده الروتين انفستيجيشن السي بي سي كواجريشن بروفايل اس جي سيرام كالسيوم والليفر فانكشن كيدني فانكشن والكلام اللي احنا قلنا ده. بالنسبه للثايرويدكتومي في عندنا انواع للثايرويدكتومي قد يكون التوتال او النير توتال او السب توتال او الهيمي ثايرويدكتومي او الازمكتومي. طيب كلمه هيمي ثايرويدكتومي يعني ايه؟ مبدئيا كده في كل الانواع دي انا هشيل الاسمس وبيراميدال لوب انا هشيل الاسمس وبيراميدال لوب. طب اشمعنى؟ عشان الاسمس وبيراميدال لوب دي اللايبل للريكرنس دي بتزود ايه الريكرنس كمان ان انا بس فاسيليتيت الاكسس تو تراكيه انا عايز افضي الطريق للتراكيه عشان لو حصل ريسبيراتوري اوبستراكشن اعرف اخش تمام. طيب يبقى يبقى في ده بيزود ريكرنس وكمان فاسيليتيت الاكسس للتراكيه. طيب كمان ده سايت للكانسر سايت للكانسر او مالينسي. طيب الهيمي ثايرويدكتومي يعني ايه كلمه هيمي ثايرويدكتومي؟ هيمي يعني نص يعني بشيل نص الجلاند بشيل وان كومبليت لوب ومعاهم الاسمس والبيراميدال لوب كده كده الاسمس والبيراميدال لوب ده ايه ده اساسي معايا تمام. يبقى انا بشيل وان لوب بشيل ايه وان لوب بالكامل ومعاهم اسمس والبيراميدال لوب. طيب سب توتال انا بشيل معظم التو لوب يعني ما ادي التو لوب كده بالشكل ده كده بشيل معظمهم بشيل معظم وبسيب جزء بس بسيب جزء بس بسيب البوستر وميديال اسبكت بتاع الجلاند تمام لان ده بيبقى موجود في الباراثايرويد وعشان افويد انجري ريكارد لارينجال نيرف وكمان بيبقى بياخد سبلاي من حاجه اسمها الاكسسوري تراكيه الاوسوفاجيه. طب ليه بيسيبوا جزء؟ لك عشان لو شالوا جزء لو شالوا الغده كلها لو شالوا في ناس بتفضل يعني نعمل سب توتال ثيرويدكتومي عشان لو شالوا الغده كلها انا هخلي البيشنت ده يمشي على ثيروكسين فور لايف تمام. فبالتالي جسمنا في حاجه اسمها سيركاديان ريزم والفلكشويشن يعني الهرمون مش طالع بنفس الليفل بتاعه على طول مدى الحياه لا بيزيد وبيقل على حسب معدلات الميتابوليزم بتاعتنا على حسب ان انا بواجه ستريس معين في انفكشن معينه في مرض معين اي حاجه يكون يوم الثيروكسين ده يعلى او يزيد على حسب الحاله بتاعت الجسم. اما الثيروكسين الصناعي اللي انا هديه من بره ده ثابت جرعته ثابته ممكن ازود جرعه بس في الاسترس او كده ولكن برضو مش هقدر اقلد السيركاديان ريزم بتاع الجسم مش هقدر اقلد الفلكشويشن الطبيعي كده بتاعه ربنا مش هقدر اقلده تمام. فبالتالي بيسيبوا جزء نورمال ثيرويد تشو عشان يطلع نورمال ثيروكسين يقدر يعمل ادابتيشن مع حاله الجسم يعني تمام. طيب في حاجه اسمها النير توتال انا بشيل وان لوب بشيل فص على بعضه بشيل فص على بعضه تمام بشيله كله والفص الثاني بشيل ايه بشيل مثلا جزء منه تمام مثلا سب توتال اكسجن اوف ذا اذر لوب يبقى بشيل فص كامل والفص الثاني بشيل جزء منه سب توتال اكسجن كده كده بشيل اسمه سوبر ميدالوب مستمر معايا. طيب التوتال انا بشيل كل حاجه بشيل كل حاجه ريموف اول ثايرويد تيشو اس كومبليت اس بوسيبل الثايرويد يعني كل حاجه التولوب وبشيل اسمس وبر ميدالوب تمام وبيمشي على ثايروكسين فور لايف. في ناس بتفضل كده ناس بتفضل كده ماشي. الازمكتومي انا بشيل اسمس وبر ميدالوب. طيب عندنا التوتال ثيرويدكتومي وهنا كاتب البرنسبل بتاع السب توتال وشرح بعد كده التوتال ما اعرفش بقى يعني نظامها ايه بس انا هنا البرنسبل بيقول ان انا بسيب جزء اللي احنا قلنا ان بشيل بسيب جزء من الجلاند لو كان في حاله توكسيك جويتر انا بشيل تول بسيب تولت النورمال جلاند وبسيب تمن الجويتر لو جلاند كبيره بسيب التمن جلاند نورمال بسيب التولت. في حاله السمبل مالتي نودولر انا بسيب تيشو ايكوال يعني لو سبت مثلا هنا تولت يعني مثلا ادي لوب ودي لوب لو سبت هنا تلت بسيب هنا تلت يعني بسيب ايكوال تيشو على الناحيتين. طيب بري اوبراتيف اوبريشن بعمل ايه البري اوبراتيف انفستيجيشن اللي هي الروتين زي مثلا ايه الاندايركت لانجيوسكوبي زي ما قلنا قبل كده والسي بي سي كواجريشن بروفايل ليفر فانكشن كيدني فانكشن اس جي السيرم كالسيوم والانتي بودي وهكذا. طيب في عندنا كمان البري اوبراتيف ميديكيشن زي مثلا السيديشن زي الانتي ثايرويد دراج زي مثلا اللوجو الايودين تمام في ناس بتقول ان دي انتي ثايرويد ناس بتقول الايودين والبيتا بلوكر
وبيدوا كمان حاجه اسمها الهايوسين والمورفين انستيد اوف اتروبين، تمام، هايوسين والمورفين، تمام، تو افويد التاكي كارديا، ماشي. في عندنا كمان بيدوا حاجه اسمها الفاليوم، الفاليوم ده في ليله العمليه، في ليله العمليه ات نايت اوف اوبريشن. طيب في عندنا كمان بالنسبه بقى الخطوات، عندنا طبعا تخدير لازم يتخدر جنرال انستيزيا واندوتراكيال انتيوبيشن. طيب البوزيشن بينام صبيين زي ما احنا شايفين كده صبيين، وبيعمل اكستنشن في النك. اكستنشن ليه؟ عشان انا هذبحه، يعني يعني هقطع في الحته دي كده، فلازم اعمل اكستنشن للمصل يعني عشان تبقى الرقبه مفروده واعرف اقطع براحتي. طيب عشان الراس مش تلق ما تلقش مكانها كده، بيحطوا حاجه زي ماجر كده، الحته كده بتبقى ايه زي بتبقى مقعره كده، والراس محدد كده في الراس بتركب فيها بحيث ان الراس ما تلقش، تمام. طيب طيب الانسجن بقى بقطع ازاي؟ بنسميها الكوخر انسجن. الكوخر انسجن ده بيجي فيه، في عندنا حاجه اسمها السوبر سترينال نوتش، انا بطلع فوق تو فينجر بريدز او بطلع 1 انش 1 انش اباف السوبر سترينال نوتش، بعمل ايه ترانسفيرس انسجن بالشكل ده كده، تمام. طيب بحدد الاسترنوماسويد، الاسترنوماسويد بالشكل ده كده، ده كده انتيريو بوردر، وده كده انتيريو بوردر، ده كده بوستيريو بوردر. انا باجي من البوستيريو بوردر للبوستيريو بوردر، يبقى تاني كده انا باجي من 1 انش اباف السوبر سترن نوتش، من بوستيريو بوردر اوف استرنوماستويد للبوستيريو بوردر اوف استرنوماستويد، تمام. بقطع السكين اوف بلاتزما، من المعروف ان احنا بنجيلها في الريليشن، في سكين اوف بلاتزما في حاجه اسمها الاستراب ماسل زي ما نعرف كمان شويه. طيب فانا بقطع ترانسفيرس انسجن فوق السوبر سترن نوتش، تمام، ب 1 انش من بوستيريو بوردر اوف استرنوماستويد لبوستيريو بوردر اوف استرنوماستويد، وبقطع فين؟ في السكين وبلاتيزما. ومعلومه ان البلاتيزما ماجي خيطها منفرده لوحدها عشان مش تسيب سكار، ما تسيبش سكار، بتبقى ايه كوزموتيكالي يعني، تمام. طيب الستبس داي سكشن اكسبوجر، المعنى كده دي فاسكولاريزيشن، بعد كده بشيل ريسكشن، بعد كده بثبت هيموستاسيس، وبعد كده بعمل ايه بقفل كلوجر، يبقى ديد الدايسكشن، دايسكشن يعني ببعد، اكسبوجر يعني ايه بوضح الجلاند يعني بشيل اللي حواليه بشيل اللي فوقها يعني، وعندنا دي فاسكولاريزيشن للايه للارتري والفين وكده، تمام. في عندنا كمان بشيل ريسكشن وبثبت هيموستيزس وبقفل بالكلوجر، تمام. طيب اول حاجه عندنا الدايسكشن، انا دلوقتي الغده فوقها السكين وبلاتيزما وفيها المصل، تمام، فالدنيا زحمه والدنيا كمان ضيقه، تمام، فانا عايز اوسع الطريق، فبعمل ايه؟ انا قطعت ايه ترانسفيرس، قطعت ترانسفيرس، هجيب ريتراكتور حاجه كده ايه، بشد الجلد ده لفوق وبشد الجلد ده لتحت، تمام، بشد الجلد ده لفوق لحد الثايرويد كارتريج، وبشد الجلد ده لتحت لحد ما نبري مصطناعي عشان اوسع الطريق، تمام. يبقى انا قطعت، وبعدين هبعد طبقات الجلد اللي انا قطعتها دي، طبقات الجلد قطعتها، هبعد اللي فوق ابعدها لحد الثايرويد كارترج، واللي تحت هشدها لحد مين؟ اما نبري مصطناعي، بحيث ان الصوره دي تظهر لي، تمام، ظهرت لي المصل. طب دلوقتي انا عايز اجيب الغده، اعمل ايه؟ هقطع في المصل كده في الميد لاين، تمام، هقطع في المصل في الميد لاين، يا اما اقطع في الميد لاين يا اما اقطع من فوق، تمام. طيب امتى اقطع من فوق؟ لو في كان في هيوج جويتر، هيوج يعني الجويتر كبير قوي، او لو في كانسر، او لو في توكسيك جويتر، ساعتها مش هعرف اقطع في النص كده، بقطع من فوق، بقطع ايه من فوق عشان اوسع الطريق، تمام، يعني المصل الدنيا ايه زحمه، فانا عايز اشيل براحتي بقى، فايه بقطع المصل من فوق. طب ليه بقطع المصل من فوق مش من تحت؟ لان في نيرف سبلاي اسمه حاجه اسمها الانسا سيرفيكاليز، انا بقطع من فوق عشان افويد الانجري للانسا سيرفيكاليز، تمام، بيقول لك الانسا سيرفيكاليز بيعدي من تحت، فانا لما اجي اقطع المصل بقطعها من فوق ومش من تحت، تمام، تو افويد انجري اوف انسا سيرفيكاليز. الانسا سيرفيكاليز دي اللي هي الايه عباره عن سي 1 و2 و3، حاجه اسمها ديسندس سيرفيكاليز وديسندس هايبوجلوساي، تمام. يبقى تاني اول حاجه دايسكشن، انا بعد ما قطعت ترانسفيرس ترانسفيرس بفصل السكين لفوق ولتحت، لفوق لحد السيركارترج، ولتحت لحد مين؟ لتحت لحد المنابر المصطناعي. بعد كده مع الاكسبوجر بقطع المصل في النص، تمام، بقطع المصل والديب فاشيا، تمام. طيب فرضا ان في مثلا ان الغده مثلا كبيره قوي، الهويج جويتر او توكسيك جويتر او مالجنانت جويتر، فبقطع من فوق عشان افويد انجري للانسا سيرفيكاليز، تمام، اللي هي ماشيه عند اللور بول. طيب الدي فاسكولاريزيشن، بعد ما قطعت خلاص والغده ظهرت قدامي،
اول فيزل هربطه هو الميدل ثايرويد بين، لانه اقصر واحد، تمام. طيب فلازم اعمله ايه؟ كلايجيشن. طيب حاجه كمان، ان ممكن في حاجه اسمها النيرف معدي جنبه، حاجه اسمها النون ريكارنت لارينجيال نيرف، كان حاجه اسمها ريكارنت لارينجيال نيرف، كان بيمشي ينزل يلف على السب كليفيان او الارش اورتو زي ما قلنا قبل كده، كان ساعات بقى بيطلع من الفيجاس كده ما بيلاقيش السب كليفيان، فبيخش مباشره للثايرويد جلاند، بيبقى قريب من الميدل ثايرويد فين. طيب طيب لو انا ما عملتش لايجيشن الميدل ثايرويد وين هيحصل ايه؟ هيحصل اولا بليدنج، لانه ده عباره عن فين. ثانيا اير امبوليزم، يحصل ايه؟ اير امبوليزم. فمدى اول حاجه اعملها لايجيشن هو ميدل ثايرويد وين، بعدين السبير ثايرويد ارتري والانفير ثايرويد ارتري. طيب السبير ثايرويد فيزل بصفه عامه بعمل لها لايجيشن ويز ان ذا جلاند، يعني مثلا الغده بالشكل ده كده، ده الغده، وفينا السبير ثايرويد ارتري، تمام، بعمله لايجيشن في الحته اللي كده ويز ان ذا جلاند. طب اشمعنى؟ عشان افويد الانجري للسوبير لارينجيال نيرف، او اللي هو البنانشيب بتاعته كانت اكسترنال لارينجيال نيرف والانترنال لارينجيال نيرف بيبقوا معديين في المنطقه دي كده. فقال لك انا عشان افويد الانجري للسوبير لارينجيال نيرف اللي هو البنانشيب بتاعته الاكسترنال والانترنال، قال لك لما اجي اعمل لايجيشن للسوبير لارينجيال نيرف بعمله ايه؟ ويز ان ذا جلاند، قريب، اعمله ايه؟ قريب. طيب بعدين الانفيريو ثايرويد، لما اجي اعمل له لايجيشن بعمله اواي، بعيد شويه عن الجلاند، ولايجيشن ان كونتينيوتي، يعني ايه؟ يعني بربطه مش بقطعه، تمام، بربط الارتري مش بقطعه، تمام. طيب اولا انا بقطعه اواي فروم ذا جلاند عشان افويد الانجري للريكورنت لارينج النرف اللي معدي في الحته دي كده، بيبقى الريكورنت لارينج النرف معدي قريب شويه من الجلاند، فعشان افويد الانجري ببعد شويه واقطع بعيد، ومش هقطع لا اربط بعيد، تمام، يبقى لايجيشن للانفير ثايرويد اواي فروم ذا جلاند عشان افويد الانجري للريكورنت لارينج النرف. طيب ليه لايجيشن ان كونتينيوتي مش بقطع؟ عشان لو انا قطعت الحته اللي كده، الاستامب دي الحته اللي كده ممكن تنزل دم، ممكن تنزل دم ويحصل ايه؟ بليدنج في الميدستاينم وتعمل مشاكل، تمام. فبيحصل ايه؟ ممكن فبيحصل ايه؟ يحصل لايجيشن ان كونتينيوتي، يعني بربطه مش بقطعه، ولايجيشن اواي فروم ذا جلاند، اما هنا لايجيشن ويذ ان ذا جلاند، يعني قريب. طيب بعد كده بعمل لايجيشن للانفيريو ثايرويد فين. طيب عندنا بالنسبه ليه الريسكشن، بشيل الريسكشن، بشيل الاول ثايرويد تيشو as much as or as complete as possible، تمام. طيب في عندنا كمان الهيموستيزس، الهيموستيزس الجزء اللي انا اللي فضل، الجزء اللي فضل من الجلاند، الجزء اللي فضل من الجلاند بعمل له ايه؟ في عندنا مثلا فرضا ان جزء ده جزء اللي فضل وعليه كبسول، في عندنا حواليه الترو كبسول بتاعته، تمام، بخيط الكبسوله بتاعته في البريتراكيال الفاشيه، بخيط الكبسوله بتاعته في البريتراكيال الفاشيه عشان افويد الايه؟ افويد البليدنج، تمام. لما اجي اقفل بعد كده بقفل كل لاير لوحدها، بقفل كل لاير لوحدها واحط درنقه درينج، لان كده ديد سبيس، يعني الثايرويد جلاند كان بتشغل حيز معين، تمام، فلازم ممكن يحصل انفكشن في المنطقه دي. ف ميجو يخيطوا، بيخيطوا منطقه منطقه، يعني لاير لاير، تمام، ياخدوا بيرتسم لوحدها، السكين لوحده، ياخدوا مصل لوحدها، وهكذا، ويحطوا في كل لاير درنقه درينج، تمام. طيب في معلومه بس عايز اعرف، انا امتى بعمل العمليه دي؟ امتى بعمل العمليه دي؟ لو كان توكسيك مالتي نودل جويتر، لو سمبل مالتي نودلر، لو كان لارج معاه بريشر مانيفيستيشن، لو كان كوزموتيك ديسفيجرمنت، لو كان في مالجنتي تشينج زي ما قلناها قبل كده الخمسه بي، وعندنا توكسيك نوديول ريتروسترنال، لو في مالجنتي جويتر، لو في جريفز بعد ما عملت ميديكال تريتمنت وما عملش حاجه معاه، او كان لو كان لارج توكسيك جويتر او لارج جريف معاه بريشر مانيفيستيشن او سوشيو ايكونوميك كوز وهاشيموتو ثايرويدايتس، تمام. طيب انا بعمل ايه؟ بعمل اولا بعمل ترانسفيرس انسيجن، اسمه بنسميه كوخر انسيجن، بعدين بعمل دايسكشن، ببعد السكين في الابعاد عن بعضها، وبعد ما اعمل اكسبوجر بقطع المصل اما في النص اما من فوق عشان ابعد عن الانسوس سيرفيكاليز، بعدين بعمل ديفاسكولاريزيشن، بربط الميدل ثايرويد ده اقصر واحد، بعد كده السوبيريو ثايرويد قريب عشان افويد انجري للاكسترنال رينجنر، بعد كده انفير ثايرويد بعيد ولايجيشن ان كونتينيوتي عشان افويد انجري للريكارنت رينجنر، وبعد كده بشيل الجلاند، وبعد كده بعمل ايه؟ بربط التركبسول او الكبسوله بتاعته في البريتاركيال الفاشيه، وبعد كده بقفل لاير ان لاير وبحط في كل واحده درنقه. طيب ده شكل كده الثايرويدكتومي، ده كده عملت كوخر انسيجن، بعد كده بعمل ايه؟ ببعد الفلاب عن بعضها، بعد كده بقطع في النص، تمام، بعد كده بعمل لايجيشن للفيزل وبشيل الجناد واقفل كل لاير لوحدها. طيب نبص كده على فيديو للدكتور وائل مدلي، ده موجود في الداتا، تمام. ده بينها في الصباين بوزيشن اكستنشن للنك،
ده كده الكوخر انسيجن، بعد كده الدايسكشن، فصلنا اول فلاب لفوق لحد الثيريكارتريج، ولتحت لحد المانيبر مسترناي، بعد كده عملنا اكسبوجر، قطعنا المصل في النص، ده الانفرا هايويد انفرا ثايرويد مصل او اسمها الاستراب مصل، انفرا هايويد مصل. طبعا بعمل كده اليجيشن للميدل ثايرويد فين، ده ميدل ثايرويد فين، بعد كده السوبيريور ثايرويد فيزل او الارتري ويز ان ذا جلاند، بعد كده الانفيري ثايرويد ارتري اواي فروم ذا جلاند ان كونتينيوتي، او هنخلينا في اواي يعني اواي فروم ذا جلاند. بعد كده بشيل الجلاند وخيط، عامل هيموستيزس، ده كده ساب جزء، ساب جزء من الجلاند. بعد كده قفل كلوجر ان لاير، وكل واحده هحط فيها ايه الدرنقه. بالنسبه لايه الكومبليكيشن، كومبليكيشن of thyroidectomy، عندنا الهيموريج، وعندنا الانجري، الانجري لريكارنت لارينجيال نيرف والسوبيريور لارينجيال نيرف اللي هو الاكسترنال والانترنال، في عندنا الانترنال جاجولر فين، وعندنا البارا ثايرويد، كل ده انجري، كل ده انجري تمام. طيب في عندنا كمان الامبروبر ريموفال، امبروبر ريموفال يعني شلت يا اما جزء كبير او شلت جزء صغير تمام، امبروبر ريموفال. طيب في عندنا كمان الثايروتوكسيك كرايسيس، في عندنا مالجنانت اكزوساموس، طيب وفي عندنا عندنا كمان ايه التراكيو ماليشيا، عندنا رير كومبليكيشن زي مثلا السيرجيكال امفيزيما والكيلويد تمام. طيب يبقى عندنا هيموريج انجري ريكارنت لارينجيال نيرف سوبيريور لارينجيال بالبنشات بتاعته انترنال والاكسترنال، والانترنال جاجولار فين، والباراثايرويد جلاند، في عندنا ثايروتوكسيك كرايسيس، مالجنت اكزوسانوموس، تراكيه ماليشيا، والامبرومر ريموفال يعني لو شلت كتير او قليل، في عندنا رير كوز او رير كومبليكيشن زي زي ايه السيرجيكال انفيزيما والكلود. طيب اول حاجه عندنا هيموريج، يا اما ينزف دلوقتي اثناء العمليه بنسميها برايمري، طيب يا اما ينزف في خلال 24 ساعه بنسميها رياكشنري. طب ليه وانا بعمل لايجيشن للسوبيريور ثايرويد ارتري الخيط اللي عملته للايجيشن ده فك تمام، الخيط ده بيفك، لما الخيط يفك يقوم الاستامب دي تنزل دم تمام، لما تنزل دم في هنا تراكيه، تراكيه ورا ورا الثايرويد تمام، فالدم ده يتجمع في المنطقه دي كده ويضغط على التراكيه يعمل ايه، يعمل ديسنيا تمام. يبقى الاستامب او الليجيتشر الخيط اللي كنت رابط بيه السوبر ده حصل فيه سليبج يعني ايه الزفره تمام، فالدم نزل، لما الدم نزل عمل ايه اتجمع في المنطقه دي وضغط على التراكيه فعمل ايه، فعمل ديسنيا. العيان ده هو قاعد على السرير في الاوضه بتاعته، انا بفتح بعمل ووند، بفتح في الرقبه وبخلي بعمل درينج للبلد ده، ليه؟ لان ده امرجنسي هيموت تمام، فلازم قبل ما يروح العمليه لازم اكون ايه بدبحه يعني بفتح فتحه بحيث ان الدم ده ينزل بحيث اخف البريشر على التراكيه. بس لك اعملها لوحدك يعني، اعملها لايه انت وهو لوحدكم يعني، عشان إيه مثلا وانت القرايب العيان جنبك مثلا يفتكر انت بتدبح العيان هتموت ولا حاجه تمام. يبقى اذا الدم نزل ضغط على التراكيه، فانا بعمل ووند، بعمل انسيشن عشان اخف الايه الدم ده ينزل عشان يخف البريشر على التراكيه. بعد كده بيروح العمليات عشان يعملوا لايجيشن بقى ويتصرفوا مع البليدنج ده. طيب ممكن كمان يحصل سكندري هيموريج في خلال اسبوع او 10 ايام، ده حصل انفكشن، انفكشن بتاكل في البلد فيزل، يا اما برايمري اثناء العمليه، يا اما رياكشنري في خلال 24 ساعه، يا اما السكندري. طيب تاني حاجه عندنا الانجري، الانجري اول حاجه عندنا ريكارنت لارينجيال نيرف، انجري ريكارنت لارينجيال نيرف والسوبيريور لارينجيال والباراثايرويد والانترنال جاجولار فين. طيب ريكارنت لارينجيال نيرف قلنا الكلام ده قبل كده بالتفصيل، ان الريكارنت لارينجيال نيرف
لو قطع ممكن الجراح يقطعه، يا اما كومبليت يا اما بارشال، يا اما جراحه جراح يقطعه كل الفايبر كومبليت يا اما بارشال. البارشال دي بنسميها اليونيلاترال، البارشال بنسميها ايه اليونيلاترال، اسمها قصدي الايه الانكومبليت، البارشال بنسميها الانكومبليت، يعني ما قطعش كل الفايبر. تمام، يبقى يقطع كل الفايبر كومبليت يا اما قطع بعض الفايبر البارشال او الانكومبليت. تمام، قد يكون يونيلاترال يعني على ناحيه واحده بس، قد يكون باي لاترال يعني ممكن يكون كومبليت يونيلاترال او كومبليت باي لاترال، بارشال يونيلاترال بارشال باي لاترال. طيب عندنا اليونيلاترال اللي اسمها ايه الانكومبليت، الانكومبليت بتاعه ايه الانكومبليت بتاع النفس، الانكومبليت او البارشال دي بتاعه النفس، اما الكومبليت بتاعه الصوت. تمام، طيب واحده واحده كده. لو كومبليت يونيلاترال، كومبليت يعني ايه؟ يعني ضرب كل الفايبر، يونيلاترال يعني على ناحيه واحده بس، فيعمل ايه؟ يعمل هورسنس اوف فويس، يعمل هورسنس اوف فويس. تمام، طيب لو ضغط لو ضرب كومبليت يعني كل الفايبر بس ضرب ناحيتين يعمل ايه؟ افونيا، يعني ما فيش صوت، افونيا. طيب البارشال او الانكومبليت لو ضرب ناحيه واحده بس نسميها اكزرشنال ديسنيا. طيب البارشال او الانكومبليت لو ضرب ناحيتين يعمل ايه؟ يعمل سترايدر، ودي اسوء حاجه. يبقى اسوء حاجه تيجي في الام اس كيو، تيجي في الام اس كيو البارشال او الانكومبليت باي لاترال، يعني ضرب بعض الفايبر باي لاترال، دي اسوء حاجه تعمل ايه؟ تعمل سترايدر. طيب يبقى واحده واحده كده. عندنا اول حاجه عندنا اليونيلاترال ضرب ناحيه واحده، انكومبليت يعني او بارشال فيعمل اكزرشنال ايه ديسنيا، ده نتيجه اللي هي النروينج للجلوتس. طيب لو ضرب يونيلاترال يعني ناحيه واحده وكومبليت يعني ضرب كل الفايبر بتعمل حاجه اسمها الهورسنس اوف فويس. هاويفر ان بقول لك ممكن لو انا ضارب دلوقتي انا ضارب ناحيه واحده فممكن الكورد السريب الفوكال كورد السريب يعدي الناحيه الثانيه ويعمل كومنسيشن. تمام، ولكن في حاجه ان في عضله اسمها الكيريكوثايرويد بتاخد سبلاي من نيرف اسمه الايه السوبيريور لارينجيال نيرف او اسمه الاكسترنال لارينجيال نيرف، يعني مش بتاخد سبلاي من الرينكرنت لارينجيال نيرف. تمام، لو اتضربت يعمل ايه؟ يعمل فويس فاتيج، يحصل حاجه اسمها ايه الفويس فاتيج. تمام، طيب عندنا الباي لاترال انجري لو ضرب انكومبليت، لو ضرب انكومبليت يعمل سترايدور او سفوكيشن. تمام، طيب دي ايرجنت نيد ايرجنت تراكيوستومي. ماشي، لو ضرب باي لاترال على ناحيتين وكومبليت يعني كل الفايبر يبقى ده كده ايه افونيا. تمام، يبقى الكومبليت بتاع الصوت، الانكومبليت بتاع ايه النفس. طيب اسوء واحده مين؟ اسوء واحده الانكومبليت او البارشال باي لاترال، دي الموست سيريس، دي الموست سيريس. طيب عايز اعرف كمان ان الفايبر بتاعه الريكورنت اللارينجيال نيرف الميدل فايبر، الميدل تيم بتاعه الاد دكتور، العضلات الاد دكتور بتاعه الفوكال كورد. تمام، الفوكال كورد في حاجه بتعمل له ادكشن بتقربه من بعض، في حاجه بتعمل له اب ادكشن بتبعده عن بعض. الميدل فايبر بتاع الريكورنت لارينجيال نيرف بالسبلاي الاد دكتور. تمام، البريفرال فايبر بالسبلاي الاب دكتور. تمام، ممكن كمان عمل انجري لنيرف اسمه ايه الاكسترنال لارينجيال نيرف، ده كان برانش من السوبيريور لارينجيال نيرف، السوبيريور لارينجيال نيرف كان بيديني الاكسترنال لارينجيال نيرف ويدي الانترنال لارينجيال نيرف، الانترنال لارينجيال نيرف ضرب يعمل شوكينج يعني يشرق العين ايه يشرق. تمام، لكن ده كان سنسوري. تمام، طيب الاكسترنال لارينجيال سبلايح مصل اسمها الكريكوثايرويد لو ضربت تعمل حاجه اسمها لوس اوف هاي بيتش فويس. تمام، او حاجه اسمها الفويس فاتيج، ما اعرفش يزعق. تمام، تحصل في ايه مغني الاوبرا مثلا ما يعرفش يغني. تمام، ما اعرفش ايه يزعق. طيب لو ضرب كمان الانترنال جاجولار فين تعمل اير امبوليزم، يعمل اير امبوليزم. طيب لو ضرب كمان الباراثايرويد، لو ضرب الباراثايرويد فيعمل ايه؟ يعمل هايبو باراثايرويدزم او التيتاني. طيب التيتاني او الانجري على مستوى الباراثايرويد بيجي من ايه؟ بيجي من حاجتين بحرف الاي، الانجري والاسكيميا. الانجري لو انا ضربت الباراثايرويد او شلتها. تمام، الاسكيميا انا بعمل لايجيشن الانفير ثايرويد ارتري، وده الموست كومن او المين بلس سبلاي للباراثايرويد. تمام، فيحصل اسكيميا، انا عملت لايجيشن الارتري اللي بيغذي الباراثايرويد. تمام، طيب فبيحصل اسكيميا في باراثايرويد فيحصل ايه تيتاني، ولكن بعد كده بيحصل كومنسيشن، تبدا باراثايرويد تاخد من الارتري اسمه الاكسسوري تراكيال او الاسوفاجيال، الاكسسوري الاسوفاجيال الارتري، يحصل كومنسيشن يعني حاجه تمبوراري. طيب المانيفستيشن في حاجه اسمها الليتنت تيتاني والمانيفست تيتاني. الليتنت تيتاني كان الكالسيوم بتاعنا النورمال كالسيوم ليفل بتاعنا من 9 ل 11، لو كان من 7 ل 9 بنسميها الليتنت تيتاني، الليتنت تيتاني لو كان اقل من 7 بنسميها المانيفست تيتاني. تمام، المانيفست تيتاني. طيب الاعراض في حاله الليتنت تيتاني ما بتبقاش ظاهره، فانا بعمل لها حاجه اسمها البروفوكيتيف تيست. البروفوكيتيف تيست بيخلي العيان يظهر له الاعراض عشان يخش في مانيفست تيتاني. ايه الاختبارات اللي كانت بتتعمل دي؟ حاجه اسمها ايه
حاجه اسمها الشوفستيك ساين، الشوفستيك تيست، انا بقى بخبط على الفيشيال نيرف كان بيخرج من الباروتد في المنطقه دي، انا بخبط على الفيشيال نيرف هيحصل كونتراكشن للفيشيال ماسل، الماسل اوف ذا فيشيال اكسبريشن، تمام، او ماسل اوف ذا فيس. طيب او اضغط كمان على او اخبط على بعمل تابنج يعني تابع على البرونيال نيرف اوفر الفيبيولا، فيحصل ايه؟ يحصل كونتراكشن في البرونيال ماسل. في حاجه اسمها التروسو ساين، التروسو كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب الاسفنج ونبطه زي ما احنا شايفين كده، الكف بتاع جهاز الضغط، واربط فوق وارفع فوق السكور 5 دقائق، فيحصل كاربو بيدال سبازم زي ما احنا شايفين كده. الكاربو بيدال سبازم بيبقى على مستوى الكربل يعني الايد، يعني الاقي فليكشن وادكشن في الصم، الاقي فليكشن في الميتاكاربو فارينجيال جوينت، الاقي فليكشن في الريست، الاقي اكستنشن في الديستال انتر فارينجيال، تمام. طيب البيدل في الرجل يعني الاقي بلانتر فليكشن ولا فليكشن في التوز، ده بنسميها الكاربو بيدل سباسم. في حاجه اسمها كمان الايربز، الايربز تيست، كنا بنعمل الايربز ده، العضله هنعرف دلوقتي ان العضله في حاله من الاكسايتابيلتي او الايرتابيلتي، يعني العضله بتتنشع على اي ستيمولس، لان الثريشولد قليل دلوقتي، الثريشولد زي ما هنعرف كمان شويه، الثريشولد قليل، فالعضله ممكن تاخد اي ستيمولس ولو صغير ولو ضعيف وتحصل ويحصل كونتراكشن. العضله نورمالي بتستجيب لشده تيار او تيار كهربي شدته 8 ملي امبير، ده نورمال. لو انا عرضت المصل، عرضت العضله لتيار كهربي شدته 4 ملي امبير، بلاقي العضله بتستجيب وبتعمل كونتراكشن، ده بنسميه ايربز، تمام. طب ليه بقى، ليه بيحصل تيتاني او ليه بيحصل الكلام المانيفيستاشن ده؟ دلوقتي الفكره بتاعت الكونتراكشن او الايرتابيليتي او الاكسيتابيليتي ليه بيحصل ليه؟ دلوقتي انا عندي النرف، النرف ده بيغذي المصل، النرف ده فيه قنوات، القنوات دي بتدخل حاجه اسمها الصوديوم، لما الصوديوم يدخل حاجه يعمل حاجه اسمها الديبولاريزيشن، والكلام ده فيما يعرف بحاجه اسمها الاكشن بوتنشال. الصوديوم عايز يخش في التشانل بتاعته عشان يعمل الاكشن بوتنشال بتاعه، تمام. الصوديوم يحمل شحنه موجبه، تمام. طيب في حاجه اسمها الكالسيوم، الكالسيوم بيحمل شحنه موجبه، شحنتين موجبتين، تمام. فالكالسيوم بيتنافس مع الصوديوم في دخوله على التشانل دي، تمام. دلوقتي لما بيحصل الهايبوباراثايرويدزم، الباراثرمون اللي بيطلع من الباراثايرويد جلاند بيقل، فالكالسيوم يقل، لما الكالسيوم يقل الصوديوم مش لاقي له منافس، ما عادش له منافس، فالصوديوم يخش بسهوله جدا، تمام. فدلوقتي لو انا عندي مثلا لو انا عايز مثلا 10 مولكيول للصوديوم عشان يخش، دلوقتي انا عايز 5، مش يعني ايه، خلاص يعني ما عادش له منافس، انا شلت المنافس بتاعه، تمام. فالصوديوم يخش بكل سهوله، فالنرف اللي كان بيستجيب مثلا ل 3 ملي فولت عشان يوصل لحاجه اسمها الفايرنج ليفن عشان يحصل اكشن بوتنشال، لا ده ممكن يستجيب لواحد دلوقتي، تمام. يعني اقل ستيمولس ممكن يعمل له ايه، ممكن يعمل له ستيميليشن ويوصل للفايرنج ليفن يعمل اكشن بوتنشال، لان الصوديوم ما يخش بكل سهوله، لان انا شلت المنافس بتاعه اللي هو ايه، الكالسيوم. لذلك العضله بايه بس فيها الريتابيليتي، الاشاره توصلها بسرعه وبسهوله جدا، تمام، في معرف بنقص الثريشولد، ديكريس الثريشولد، لان الكالسيوم قليل فالصوديوم مش لاقي منافس، تمام. طيب هنا عشان كده العضله كانت بتستجيب ل 4 ملي امبير مش ايه، مش 8، تمام. اذا ايه، الثريشولد قليل. طيب انا دلوقتي قلت الليتنت تيتاني من 7 ل 9، طيب فعملت بروفوجيت فدخل في مانيفست، المانيفست اقل من 7 ملي جرام في المية، الكالسيوم اقل من 7 ملي جرام في المية، بنسميها مايلد ومودريت وسيفير. دلوقتي هيحصل كونتراكشن في المصل من فوق لتحت، وهيحصل الريتابيليتي من فوق لتحت. فاول حاجه بتظهر المايلد كيس اللي هي النمنس الراوند الماوس، بنسميها ايه، الباراسيزيا الراوند الماوس، بيحصل نمنس، نمنس وتنجلنج في الفينجر والتوز، تمام. طيب المودريت كيسز يحصل كاربو بيدر سبازم زي ما قلنا من شويه. طيب السيفير كيس يحصل رينجر سبازم فتحصل سترايدر، دي بتبقى رير، دي غالبا تمبراري وبتخف لوحدها، ممكن تبقى بيرمننت. طيب اثناء الاتاك بديله ايه؟ بديله كالسيوم جلوكونيت، كالسيوم انترافينوس، لازم سلولي، لازم فيري فيري سلولي، تمام، 10% 10 سي سي، تمام. طب بديله يبقى فيري سلولي. طب ان بيكون اتاك بديله كالسيوم انتيك، كالسيوم وفيتامين دي 2 والدايهايدرو تكستيرو، تمام. طيب لو عملت انجري، ده بالنسبه للانجري، احنا قلنا انجري ريكارد درينج نيرفوس سوبيريور درينج اكسترنال انترنال درينج برانش والانترنال جاجولار والبارا ثايرويد جلاند. طيب ممكن كمان يحصل ايه، ممكن يحصل امبروبر ريموفال. يعني ايه امبروبر ريموفال؟ انا دلوقتي وانا بشيل الغده ممكن اشيل كتير، ممكن اشيل كتير قوي، افتريت على الغده، بدل ما اشيل مثلا اسيب تولت ولا لا، ده سبت جزء بسيط جدا من الجلاند، تمام، يبقى انا افتريت على الغده قوي، تمام، يبقى اكسسيف ريسكشن جلاند، تمام. فبيحصل ايه، وذاوت ريبليسمنت، يعني انا مش مدي ثايروكس من بره كفايه، فبيحصل هايبو ثايرويد، يقلب مع هايبو ثايرويد ميكس ديما، تمام. يبقى انا شلت جزء كبير جدا من الغده، ده امبروبر ريموفال، يبقى انا شلت جزء كبير جدا من الغده فحصل ميكس ديما، ومش بديله، مش بديله ريبليسمنت من بره كويس. طيب ممكن يحصل ريكرنس، ريكرنس لاي حاجه من الاثنين برضه، امبروبر ريموفال يعني ايه، يعني انا شلت مثلا المفروض اسيب تولت
او سيبت جزء معين من الغده، انا سبت نص او سبت مثلا ايه ثلاث ارباع، يبقى ايه سبت جزء كبير من الغده. امبروبر ريموفال يعني سبت جزء كبير، يعني شلت جزء بسيط. تمام، في الهايبوثايرويد انا كنت بشيل جزء كبير، اما في الريكرنس انا بشيل جزء صغير، فالجزء اللي فاضل بيبقى كبير. الجزء الكبير ده يكبر يكبر ويعمل ايه ويكبر يكبر اكتر، فيحصل ايه يحصل ريكرنس للهايبر ثايرويد. تمام، يبقى انا عشان ايه ما شلت جزء صغير، ان اديكويت ريسكشن. او حاجه ثانيه، انا شلت كويس ولكن الجزء اللي فاضل ده حصل فيه هايبر بليزيا. طب ليه ده بيحصل في اليانج ايج؟ نتيجه ليه؟ ان الانتي بودي بتبقى كتير، الانتي بودي تيتر للثايرويد ستيميوليتنج انتي بودي بتبقى شبه التي اس اتش، تشتغل على الثايرويد تيشو المتبقي ويتكبروا يتكبروا ويحصل ايه ريكرنس. تمام، يبقى اذا الامبروبر ريموفال يا اما شلت كتير وما اديتش ريبسمنت، يا اما شلت قليل وحصل ايه وحصل هايبر بليزيا في الجزء المتبقي فحصل ايه ريكرنس للهايبر ثايرويد. تمام، طيب ممكن كمان يحصل ايه المالينت اكز اوف ساموس. ده ليه بقى؟ لان تي اس اتش بيقول لك التي اس اتش لما بيطلع معاه حاجه اسمها الاكز اوف ساموس بروديوسنج سبستنس. تمام، فبيحصل حاجه اسمها الاكز اوف ساموس او مالينت اكز اوف ساموس. طيب فبيعملوا ايه؟ بيدوا من بره ثيروكسين. الثيروكسين اللي بيدوه من بره ده بيعمل سبريشن للتي اس اتش، لما يعمل سبريشن للتي اس اتش بيعمل سبريشن كمان للاكز اوف ساموس بروديوس سبستنس، فبيخف مين؟ المالينت اكز اوف ساموس. طيب ده قلنا قبل كده برضه. طيب بالنسبه لي السيروتوكسيك كرايسيس، السيروتوكسيك كرايسيس دي الاكيوت، دي الاكيوت كيس بتاعه الايه الهايبر ثايرويد. اللي احنا خدناه ده اللي خدناه كله كان اسمه الكرونيك هايبر ثايرويد، اما ده كده ده بنسميه الاكيوت هايبر ثايرويد. ده سببه ايه؟ سببه اسباب في البطنه واسباب في الجراحه. اسباب في البطنه ان العيان مثلا اتعرض لانفكشن، اتعرض لستريس، زي مثلا عيانه بتولد بارتيوريشن ده يعتبر ستريس، او عيان جاله ام اي او ستروك مثلا، او جاله انفكشن بصفه عامه. تمام، ومش واخد ثيروكسين بالدرجه الكافيه. احنا قلنا الثيروكسين ده بتاع ميتابوليزم. تمام، فمن المفترض كان يزود الجرعه، لا ما زودش الجرعه. تمام، حصل له انفكشن ستريس ام اي ستروك، او عيانه بتولد بارتيوريشن وما زودتش الجرعه، او واحد عمل ديسكونتينيويشن اوف دراج يعني وقف الادويه. تمام، فيحصل ايه سايروتوكسيك كرايسيس. او حاجه ثانيه، من المفترض ان قبل العمليه بيحصل بري اوبراتيف ايه، بجهز العيان، يعني بجهز بديله لوجو الايودين، بديله مثلا انت ثايرويد درجه والكلام ده، بجهز الغده او وانا في العمليه بعمل ايه بعصر الغده، فالغده تبقى مليانه فيها ثايروكسين كتير. لما باجي اعصر وافحص الغده كده فتطلع الثايروكسين وترميه في الدم. تمام، فالدم يبقى في نافوره ثايروكسين. تمام، فيحصل ايه ثايروتوكسيك كرايسيس. تي 3 وتي 4 يطلع كتير قوي فيحصل اكسسيف فانكشن اوف ثايروكسين. تمام، طيب يبقى اسباب بطنه يعني ما خدش جرعه كافيه واتعرض لستريس او وقف الدواء. طيب او اسباب جراحه يعني lack of preoperative، ما خدش ايودين او انتي ثايرويد الكلام ده، او الدكتور بيعصر الغده كامل فايه فطلع منها ايه الثايروكسين. طيب المانيفيستاشن الفايتال ساين، ايه هي الفايتال ساين؟ التمبريتشر بتاع قوي هايبرثيرميا ومعاه ماركت سويتنج. تمام، كنا قلنا في الكرونيك الهايبر ثايرويد العادي بيبقى عنده ماركت سويتنج بس ما عندوش فيفر، ما عندوش هايبرثيرميا. تمام، لان دي بتبقى كومنساتوري ميكانيزم، اما هنا بيحصل هايبر ايه هايبرثيرميا وبيحصل سويتنج اب تو دي هايدريشن كمان. تمام، كمان على مستوى الارتيري بلا بريشر، الفايتال ساين الاول حاجه تمبريتشر، بعد كده الارتيريال بلاد بريشر، الهايبرتنشن بيزيد، السيستوليك والدايستوليك والوايد بالس بريشر. طيب بعد كده عندنا البالس الهارت ريت بيعلى قوي اكتر من 150. تمام، ممكن يحصل اريثميا اي اف، اتريال فايبريليشن، الهارت فيلير، الهاي كارديك بوت هارت فيلير، ويحصل ماركت ديسنيا. بتبقى يخيل الي كده انها استرايدر ولكن هي مش استرايدر، هي ماركت سيفير ديسنيا. تمام، هايبر اكزيتابيلتي اب تو كونفولجن، يبقى كلهم حرف الاتش، هايبر ثيرميا، هايبر تنشن، هارت ريت بيعلى، والهارت فيلير والهايبر اكزيتابيلتي. طيب ممكن كمان ايه يحصل؟ طيب انا لما اجي اعالج ازاي؟ حاجات دكتور الامتياز بيعملها، دكتور الامتياز بيعملها اللي هي ايه؟ اللي هي الايس باكس كمادات، بغطي العيان بميه بتلج وبنيمه على تلج وبشغل عليه مراوح. ليه؟ ان العيان حرفيا بيتسلق. تمام، فلازم اقلل الحراره وادي له مورفين عشان البين وادي له اكسجين. تمام، طيب حاجات النايب الجراحه بيعملها، نايب الجراحه ليه ايه؟ البيتا بلوكر، انديرال، انترافينوس، اندر اي سي جي كنترول. طيب بروبايل ثيراسيل والانتي ثايرويد، الانتي ثايرويد درج 100 ملغ ريكتالي بتنهبت البريفرال كونفرجن. طب واللوجو الايودين 3 سي سي في 1000 سي سي جلوكوز سوليوشن. تمام، طيب في حاجات بتعملها دكتور العنايه اللي هي ايه؟ الديجوكسين عشان الاتر فايبريشن بتبروتكت الفنتريكل، الدايوريتك عشان هارت فيلير، الانتي بايوتك عشان الايه الشست انفكشن. تمام، قال لك ده العيان ده بيبقى ارجنت بيخش الاي سي يو كود بلو، كود بلو يبقى يجي كده في الام اس كيو الحاجات دي كده كود بلو، او تيجي مثلا في الايه في النظر او ايا كان، يبقى انا عايز اعرف ان دي اي سي يو كود بلو، دي في عمليه دي في المستشفى، اعرف ان هو ايه حاله ايرجنت يعني، يبقى كده ايه داخل الاي سي يو يبقى كود بلو. تمام، طيب في عندي كمان
التراكيه وماليش زي ما قلنا ان الغده كبرت قوي فقفلت فضغطت على التراكيه، ولكن هي بتسبورت التراكيه من بره باللوز تيشو، فبتشد عليها بتعمل تراكشن من بره فبتمنع الكولابس بتاع التراكيه. لما جيت شلت الغده الهيوج جويتر دي، فالتراكيه قفلت حصل فيها كولابس. فلازم ايه في حاله التراكيه وماليش، انا بعمل حاجه اسمها الكوخر تيست، بفعص التراكيه من بره كده بلاقي الغده حصل فيها كولابس، بلاقي اذن التراكيه حصل فيها كولابس، النتيجه دي ان الكارتج اتحولت للفايبرس تيشو. تمام، طيب ده بنسميها ايه، التراكيو ماليشيا. ده شكل ايه، شكل الكوخر تيست. تمام، بحط ايدي كده على التراكيه من بره بلاقي العيان يحصل سفوكيشن نتيجه التراكيو ماليشيا. طيب ممكن كمان الرير كومبليكيشن زي السيرجيكال انفيزيما، بلاقي العيان ايه في طقطقه كده، طقطقه ليه نتيجه ليه لما الاجهزه الكهربائيه الجديده بيبقى عليها ايه زي كيس كده بيطقطق، ده بنسميها ايه، ده برضه ايه بنسميها السيرجيكال انفيزيما، شبه السيرجيكال انفيزيما. الكريت فورميشن ده عباره عن سكار فورميشن، السكار دي بتبقى كبيره قوي بتعدي الوند، يعني مثلا الانسجن اهو، لا انا السكار اللي حصلت دي السكار حصلت بتعدي بياند المارجن بتاع بتاع الوند. تمام، بنسميها ايه الكيلويد فورميشن، ده اللي بيفرقها عن ايه السكار. طيب لما يجي يقول لي ايه اسباب الاسترايدر، الاسترايدر ممكن تحصل في العيان ده بسبب ايه، الاسترايدر اسباب ايه، اسباب الاسترايدر قد يكون هيموريج، الهيموريج يعمل ايه، يعمل استرايدو، قد يكون الانجري للرينكورنت لارينجيال نيرف اللي هي ايه البارشال بايلاترال، البارشال او البارشال بايلاترال حرف البي بي البارشال بارت او الانكومبليت بايلاترال. تمام، طيب ممكن كمان الهايبر ثايرويد يحصل ايه، بيحصل ديسنيا، ماركت ديسنيا تديني للوهله يقول لك انها افتكر انها ايه استرايدور، ولكن هي مش استرايدور، هي ماركت ديسني في حاله الهارت فيلير. تمام، او التيتاني تعمل ايه، التيتاني كمان تعمل الاسترايدور نتيجه ليه اللارينجيال اديما. تمام، طيب في عندنا كمان التراكيوماليشيا تعمل ايه، تعمل برضو ايه استرايدور. تمام ماشي، عندنا كمان الانبوبه الحنجريه تخدير يعمل فوكال كورد اديما، ده نتيجه ليه نتيجه الانبوبه الحنجريه فتعمل برضو ايه استرايدر. يبقى الهيموريج الريكورنت لارينجيال نيرف نتيجه ليه البارشل بايلاترال ضغط، يعني ضرب مش كل فايبر ولكن ضرب ناحيتين. تمام، الهايبر ثايرويد في حاله الهارت فيليا مثلا يعمل ديسنيا، والهايبر ثايرويد لو التيتانيه تعمل استرايدر نتيجه لارينجيال سبازم، وتراكيو وماليشيا بتعمل برضو استرايدر، والانبوبه الحنجريه تعمل فوكال كورد اديما فتعمل ايه، فتعمل الاسترايدر.